احنا هون بهذا الشارع عندنا عم هيئ لاجراء اعمال معالجه القوارب والازقه داخل المنطقه ايضا. عندي شبكه مال ازقه داخل المنطقه. على اليسار صار هذا التهيئة السعيد يكملون القوالب وينظفون حتى الإكساء أسبوع الجاي. اي والله استاذ الخدمات كامله. اي والله طولتم بالشغل بس لا لا استاذ هالفتره هاي عم يستمون المشروع. الله يبارك بارك الله فيك استاذ. بارك الله فيك ما قصرت. يلا بارك الله فيك استاذ. بارك الله فيك استاذ. استاذ هذه المناطق العطشانة ومناطق الدرقزية والجزائر والنعمانية لم تصلها الخدمات منذ عام 2003 وبالتالي شملت بخطة المناطق المحرومة. اليوم نطبق هذا الشعار على أرض الواقع. هذه المنطقة كلها مشمولة بمشاريع الماء والمجاري وكذلك الطرق والأزقة والشوارع والأرصفة. نتابع عن كثف هذا المشروع وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية بإيصال كل الخدمات لكل المناطق المحرومة في عموم مدينة الموصل ومحافظة نينوى. أعتقد اليوم بدأنا نطبق هذه الشعارات على أرض الواقع وبدأ المواطن يلتمس حقيقة هذه الخدمات. هذا واجب علينا نحن كحكومة محلية أن نقدم هذه الخدمات التي لها تماس بحياة المواطن اليومية. كان لنا جولة مع السيد المحافظ، تناولت الجولة المشاريع التي تقوم مديرية بلدية الموصل بتنفيذها. تناولت اليوم الجولة مشروع النعمانية والجزائر، أعمال التبليط وأعمال الإكساء والتطوير في النعمانية والجزائر والعطشانة، حيث يتضمن العمل أعمال معالجة للشوارع ومعالجة الأزقة بالإضافة إلى القوالب الجانبية والأرصفة وأعمال مد شبكات الإسالة. هذا جزء من مجموعة من المشاريع الأخرى التي تقوم بها مديرية بلدية الموصل ضمن الخطط وبدعم محافظة نينوى وبدعم الحكومة المحلية، وإن شاء الله سوف نعمل جميعا على تغيير الواقع الخدمي لمدينة الموصل من أفضل إلى أفضل إن شاء الله.